مساء الخير. مساء الخير يا ابو. يسعد مساك يا شوكولاتة. مساء النور يا عبدو. عبدو يسعد مساك يا سعد. نعم نعم. في ايه امه قاعده؟ نوم احنا بقى. دوم ايه يا بنت؟ اقعدي هنتعشى كلنا مع بعض يا اختي. هو كل يوم هو الاكل بيحلى غير في اللمه؟ الله يرحمك ياما. اظن بقى لما عبد الرحمن يتجوز هتاكلي لوحدك يا هنادي. اكل لوحدي؟ ده ناكل بعض. انا هاكل مع شوكولاته ومراته. هما هيقعدوا معاكي هنا؟ انا من يمتي مش هغصب عليه، لكن هو الهي يسعده بس ايدي وقال لي انا لا يمكن ابعد عنك ياما. انا شفت له عروسه يا هنيه، انما ايه تقولي قمر يا اختي؟ ريحي نفسك يا ام علي، الواد قلبه محجوز في واحده قاعده ومتربعه فيه ويقول انا ما احبش غيرها. لازم حلوه الحلاوه. لو شرط لو شرط ما كنتش اختار القلب وما يريد يا صفيه. طب ايه اللي منعه؟ ما تجوزهاش ليه؟ ابنك يا اختي مش ناقصه حاجه. يا اخواتي يا اخواتي، ده جواز لازم يتقن قبل ما تناسب تحاسب، ولا انتوا عاوزين كل حاجه كده قطم خيار؟ بمناسبه الخيار قوموا نحضر العشاء. يلا الواد واقع من الجوع. واقع من الجوع ولا واقع من الحب؟ بس 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 يا ملسانين كاوتش، مش فاهمك انت في الحب. الحب مال؟ يا سلام يا سلام يا سلام. جرايه يا اختي، انت علقتي ولا ايه؟ يا سلام. اعمل ايه يا ماما؟ الشاطر حماده، حب جوه قلبي بيزيد كل مادة. اعمل ايه؟ على فين العزبه سعاده البيت؟ عايزه حاجه يا نينا؟ تواد خلاص ما بقاش وراك حاجه غير انك كل يوم تقف تتسبسب لي في المرايه وتلبس على سنجه 10 وتخرج تقول عدولي. اعمل ايه بس يا نينا؟ وهي حاجات ومحتاجات. حاجات ايه وزفت ايه على دماغك؟ انت ما وراكش حاجه. على راي المثل ما هي الفاضيه تفلي القرعه. انا نازل اشوف موديلات عربيات، عايز انقي موديل جديد ليا. انت خلاص يا ولد ما بقاش وراك حاجه غير العربيات والبنات والكلام الفارغ. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه اللون الجديد ده يا نينا؟ حصل ايه؟ اعمل لك ايه؟ ما انت مش دريان، سايب غيرك يتصرف في مالنا وحالنا، وانت ولا انت هنا لغايه ما الفاس هتقع في الراس. فاس واس؟ هو في ايه؟ مش فاهم حاجه. قصدك ايه؟ انت فاهم قصدي كويس. انا عايزك تسمعني كويس قوي. انا سامع كويس قوي اهو. من بكره؟ لا من النهارده، من دلوقتي حالا تفوق لنفسك وتنزل تروح وكاله ابوك وتشوف الشغل ماشي ازاي وتفهم كل حاجه وتبقى انت اللي كلمتك اللي ماشيه. اغص عليك يا نينا، اغص عليكي. عايزاني انا اشتغل في الوكاله؟ عايزه تسويني بالوضع عبد الرحمن ده؟ يا رب يا رب ارحمني. انا اضف دماغه ازاي؟ انت يا واد انت مش ابني على فكره ولا تشبهني. يا واد انت هتبقى احسن منه، انت هتقعد على كرسي اعلى من كرسي، انت هتبقى كل في الكل، افهم بقى. ايوه نينا بس يعني مفيش بس. اسمع يا واد، الكلام اللي انا بقوله ده هيتنفذ بالحرف الواحد. ده زكينا ابوك، ابوك ذات نفسه لغايه النهارده ما ينزليش كلمه ابدا. هتنفذ ولا خليك تقول حقي برقبتي؟ هاي رقبتي. مط مط يا رب يا رب احميه ويديل نفسه، اكتب له في كل خطوه سلام يا رب. عبد الرحمن يعلمني انا ازاي بس يا بابا؟ ازاي ترضالي بالذل ده؟ ذل ايه يا ابني؟ اخوك يعلمك احسن ولا واحد من المستخدمين في الوكاله عندي؟ الله. انت هتفضل طول عمرك تور الله برسيمه؟ طب انت ليه ما تعلمنيش؟ انا كبرت يا ابني وما بقتش افتكر كل حاجه زي الاول، وبقيت بتعب من الكلام، وانت مخك تخين محتاج علام كتير. انا بس مش عايزه يعني يتنطط عليا ويعمل فيها ابو العريف ويبعتر كرامتي قدام موظفين في الوكاله. لو فاكرني هعلمك حاجه من عندي تبقى غلطان، ده علم الحج يعني من حقك ومن حقي. بس على شرط. وكمان بتتشرط؟ حقيقي غشيم ومتعافي. وبعدين معاك بقى يا بابا. سيبه على راحته يا حج، خليه يفضفض ويقول كل اللي خايف منه. شفت يا حج؟ شفت بقى؟ اهو قال خايف، عايز يطلعني جبان من اولها. انا ما اقصدش كده يا سيف، انا قصدي اريحك وتقول كل اللي نفسك فيه. معلش يا عبد الرحمن يا ابني، استحمله واصبر عليه. اسم الله عليك يا حج، اهو ده قصدي بالظبط، ياخدني بالراحه ويمشي معايا واحده واحده. هسمع كلامك يا سيف
مع ان اخوك الكبير. تنساش النهارده تطلع المطار تجيب اخوك. الطياره هتوصل الساعه 4. والعربيه هتسعل الحاجات اللي هيجيبها. انت فاكر انه بيجيب البضاعه معاه على الطياره؟ لا، البضاعه بتيجي على مراكب نستلمها من السويس. طب هو هيشتغل سواق كمان بقى ولا ايه؟ ده شغل يا سيد. خلاص ابقى اجيب لعبد الرحمن عربيه عشان يبقى يتحرك براحته وهو راخر. لا كله لا كده، هو عبد الرحمن يركب عربيه زي سيف يبقى راسه متساويه ببعض؟ لا ما انت مش عايزاه يطلع يجيب اخوه من المطار. خلاص يا حاج هروح اجيبه واخد له معايا الطبل بلدي كمان. طبل بلدي ليه؟ هو مين اللي هيتجوز يا موس؟ لا مؤاخذه قصدي يا سيف الدين قو طز عبد الرحمن. اتفضل يا سيدي. تسلم ايدك. تسلم يا قدراسي. انا ما صدقتش، انا كنت متخيل الواد ده صرف نظر خالص عن الجواز. الحمد لله، ده انا ما صدق، انا كنت كل ما اجيب له عروسه يقول لا، وعرايس ايه تشرح القلب. انا قلت يا سيدي، قلت الواد ده معمول له عمل، رحت من وراه وسال كل واحد يقول لي فيش حد في سكته، مفيش حد في سكته. لا شباني اليومين دول هيبيني الجواز ما تعرفيش ليه، الا الواد سيف عامل الجواز شغلته وامه فرحانه بجوازه وطلاقه. الحمد لله شكاليطه ربنا هداه ولقى بنت الحلال. الحمد لله. اسكت يا سيدي، بيحبها قوي، يقول لي يما عمري ما حسيت بالحب الا مع ثريا. ثريا؟